وكلام الاستاذ وليد الفراج بيقول لك ثبت رسميا ان الهلال لا هو ثبت رسميا ان الهلال ديت اتعودناها في استطلاع هلال الشهر لكن ثبت رسميا ان الهلال والنصر اقوى الدوريات الشرق الاوسط ده اول مره خد بالك يعني في النظام السعودي الجديد ونظام الدوري السعودي الجديد بالنجوم الكبار العالميين هذه هي المباراه الاولى في بطولة عربية كمان مش في الدوري السعودي. ما الاتحاد هو بطل الدوري. طيب. لكنه انت مش هتقدر تصنف مين الكلاسيكو الاساسي الاتحاد ولا الاهلي ولا الشباب ولا الهلال ولا النصر وليكن يعني هي الدائرة متسعة وده شيء ايجابي لكن زي ما المهندس عدل قال المقارنة نفسها ظلمة. أنا مش ظلمة بقى ولا عادلة يا أستاذ إبراهيم معلش آه. تعملني شايف مالهاش لازمة. طيب حتى بهذا الشكل وبهذا الطرح هي ظالمة جدا انت بتقارن ديربي انت تعتقد انه الاعلى والاكثر توهجا على اساس انه منقول لكل قنوات العالم ومنقول منقول لاسباب كثيرة جدا لها اهدافها الاخرى لكن ما هياش على الارضية الشعبية والجماهيرية اللي اكتسبتها مسابقة تاريخية وديربي تاريخي قديم للاهل والزمالك فات تقريبا اكتر من 100 سنه على اول مباراه للأهل والزمالك فده ديربي ضارب بجذوره في اعماق الكره المصريه والعربيه والافريقيه النادي الاهلي بقيمته وبمكانته تقريبا التجربه الوحيده في العالم العربي اللي اقتدى بيها وتيمم بيها عدد كبير من الانديه العربيه في كل الدول الشقيقه حتى في السعوديه الراحل الكبير سمو الامير عبد الله الفيصل اول ما النادي الاهلي نشا وترتبط به وتعلق به اسس اهلي جده تيمنا واقتداء بالاهل المصري فاذا الكلام على قيمه الاهلي ومكانه الاهلي وتاثير الاهلي مساله لا يغفلها حد فما بالك واحد زي وليد الفراج كاعلامي دليل كبير اخر يا استاذ ابراهيم كفريق كاعلامي كبير اديلك دليل اخر هو بكل ما أنا نقدمه من نقد ذاتي الى الكره المصريه اين يقع الاهلي في نظر العالم في الكره العالميه <applause> هو ينافس ريال مدريد على اكثر الاهلي آ... لا عنده رقمين في السياق اللي المهندس عادل بيقوله رقمين لا, ي... لا يضاهيه فيهم احد الاهلي المنافس المباشر لريال مدريد في الاكثر حصولا على الالقاب الدوليه والقاريه هو الثاني بعد ريال مدريد. ثم الاهلي الاول عالميا في عدد البطولات الكرويه المتنوعه المحليه والاقليميه والقاريه والدوليه. الاهلي الاول عالميا في هذا المجال حظا للالقاب في كره القدم. ده برغم كل ما يتم توجيهه من انتقادات لمشاكل الكره المصريه. كان ممكن يبقى من كده كمان. اه اللي انا عايز اقوله استاذ ابراهيم انا ضد المقارنه وانا بقول كده. هل انا انتقص من اي من من ديربي زي الرجاء والوداد مثلا ولا الافريقي الترجي والافريقي لا مش من حقي طبعا لان هم هناك يرونه الديربي الاهم طبعا عايشين الحاله دي طيب هل لازم نقارن؟ لا مش لازم نقارن خالص هل وانا بقول النادي الاهلي عامل وعامل وعامل لازم اشاور على التجربه السعوديه واقلل بالعكس هي تجربه ملفته ملفته لانها مش متوقعه كمان بالسرعه دي وبالمنظر ده وبالزخم ده وبرافو عليهم ان قدروا يعملوا كده ان يستقطبوا نجوم العالم يروحوا في الخليج وفي السعوديه تحديدا النهارده ملي... الهلال بيصنف اكثر انديه العالم انفاقا في الماركاتو ده اكثر انديه العالم اه يعني ما هو جاب نيمار هو اخر آه. خبر آه. لان هو اكتشف ايه أنا هو أنا بخسر من النصر وهم 10 لعيبة لا ميسي رفضه قال لك طب هجيب غيره 10 بقى ها؟ تمن لعيبة تقال طيب دخل بيهم بقى الأعلى إنفاقا في الماركاتو على مستوى و... العالم ورغم هذا آه. لما تيجي تحلل التجربة نيمار اسمه رونالدو هذا اللعيب العبقري العظيم الذي يضخ دوافع ويضخ قيم فنية و... وإلى أي مكان يذهب إليه لم يقدم أي شيء بخلاف البطولة العربية. <applause> يعني الموسم اللي فات تستغرب تقول هو النصر الكل اللي دفعته خد بيه ايه؟ <applause> خد بيه بقى البطولة العربية. استطاع رونالدو انه يكون عند الموعد. فاستطاع ان يقول لهم انا والله ما تندموش انا موجود. اللعيبة الكبار كده، بنزيمة عبر عن نفسه إلى حد ما مع الاتحاد. فيرمينو في أول ماتش عمل طل... هاتريك هننتظر ونشوف آه نيمار هيعمل ايه آه علينا ان نفخر جميعا بما نملكه ومش عايزين مقارنة اللي باستمرار بتعلي من النعره اصلا فكره الارتباط آه الرياضي بالكرامه دي فكره انا مدهش لها جدا يا استاذ ابراهيم <applause> جدا 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 ايه علاقه ان انا اما العب ماتش لو كره جت في العارضه ولا واحد ضيع ضربه جزاء ولا واحد عمل ترقيصه حلوه ولا التاني عمل مش عارف ايه بال, بال... بال... ب... ب... انا اخدها في كرامتي ليه؟ ال... اخد في كرامتي حاجه واحده التقصير 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 <applause> لما يكون هناك تقصير ما يصحش فاحنا علينا ان ننظر اذا اي جوانب فيها تقصير او سلبيه عندنا هنا عليها ولا ندخل في مقارنه مع احد فليستمتع الاستاذ وليد ويرى ديربي النصر والهلال هو الاعظم في العالم هذا حقه وليسمح لنا ان نرى ان ديربي الاهلي والزمالك هو الاهم وليسمح لنا وله ان نستند الى مصدر محايد وهذه المره مصدر اعلامي او صحفي كبير جريده الصن البريطانيه العريقه اللي كانت طلعت قائمه باكثر الدربيات العشرين تاثيرا على مستوى العالم على فكرة ما فيهمش ديربي أسيوي واحد مش بس لا سعودي ولا إماراتي أسيوي عامة ما فيش أي ديربي أسيوي دخل قائمة العشرين قائمة العشرين تصدرها ديربي بوكا جونيورز وريفر بليت الأرجنتيني وكان بعديهم الديربي الأشهر عالميا كلاسيكو الأرض ريال مدريد وبرشلونة سيلتيك ورينجرز الاسكتلندي كان في الثالث الرابع ناسيونال وبنيارو في الاوروغواي لازيو وروما في ايطاليا السادس فنار بخشا وجلطة سراي في تركيا السابع ليفربول ومانشستر يونايتد في انجلترا جريمو انترناسيونال البرازيلي في المركز الثامن ديربي بروسيا دورتموند وشالكا في المانيا التاسع والعاشر الاهلي والزمالك في مصر الاهلي والزمالك في مصر في التوب 10 في العشره الكبار قبل مارسيليا وباريس سان جيرمان بعديهم مين؟ بعديهم مارسيليا وباريس سان جيرمان في فرنسا تدخل بعد كده جواد لاخارا ونادي امريكا في المكسيك في المركز الـ 12 ال13 ميلان وانتر ميلان في ايطاليا ال14 بورتسموث وساوث سامبتون في انجلترا الديربي ال14 انديبندنت ونادي الراسينج في الارجنتين الديربي ال15 اياكس وفاينورد في هولندا الديربي ال16 ثم الدرب 17 فيلز موستار وزيرينسكي موستار في البوسنة والهرسك ال18 فلامينجو وفلومينسي في البرازيل ال19 اولمبياكوس وباناسينايكوس اليوناني الدرب العشرين الارسنال وتوتنهام في المركز العشرين في انجلترا دول الدربيات العشرين الكبرى والأهل والزمالك في المركز العاشر في في المنتصف اه, آه. ولهذا انا بقول ايه احنا مش معنيين ان نقعد نقول بعض الكلام ده الصراحه احنا معنيين بس نقول ان احنا موجودين وان احنا برغم كل ما نقدمه من انتقادات آآ آآ لانفسنا آآ موجودين وما زلنا موجودين وباذن الله مع اصلاحات بسيطه وعوده الجماهير هنتواجد بقوه جدا ونقول للاستاذ وليد في مدعابه لطيفه فلتفرح بدير بيكا آه ايها الزميل العزيز وهل و... تسمح لنا ان نفرح ايضا بديربي يتفق معنا فيه الكثيرون حول العالم ده كلام مهم جدا